كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم البغرير، ها هو ان شاء الله غنقدمه معكم، ونتمنى انكم تتابعوني وتشجعوني وتدعموني بالتشجيعات ديالكم وتشجعوني بالكومنتير وبالمتابعه باش نستمر معكم ان شاء الله بحول الله. نتمنى انكم ان شاء الله تتابعوني. هانتوما ها هو ان شاء الله هذا هو اللي غنديروه اليوم ان شاء الله. تابعوني باش نشوفوا التتمه ديالو، والى فيديو قادم ان شاء الله. جوج زليف ديال السميده الرقيقه اللي كنصيبو بها البسبوسه، هما جوج. عندنا زلافه لاروب ديال دقيق الحلوه يعني الرطب اللي كنصوبو به الحلوه، وعندنا معلقه ونص ديال الخميره الفوريه، وعندنا قبيصه ديال الملحه، وعندنا الماء. هادشي اللي عندنا. كلشي تنضيفو على بعضو، الملحة حسب الذوق، والخميرة الفورية عندنا معلقة ونص، عندنا الماء دافي، الماء دافي غي تنخلطو ما تنعجنوش، تخدموا غير بالاصابع ديالكم. الماء تتبقى، وما انا ما تنعبرش الماء، تتخلطوا حتى كيبان لكم القياس اللي هو معقول. انا غنوريه معكم الماء يكون دافي، هكا هو شوفوا هذا هو القوام ديالو. ومن بعد ان شاء الله ملي تفاعل لينا الخميره واحد نصف ساعه ولا، ونعاودوا نرجعوا معكم ان شاء الله باش نكملوا. فعلت لينا الخميره، نهبطوه بالمغرفه مزيان. دابا راه السميدة كتشرب كتقال لينا العجينة من بعد ما تتخمر. هبطوها بالمغرف مزيان، وغتزيدو الماء مازال، دابا غنعملو في الميكسور. نحنو بالنص بالنص، بسم الله. دابا غنزيدو جوج خمارات من وزن 16 غرام، يعني 8 غرام في سميتو في الوحده، وكنعاودو نطحنو. ها هو هكا يكون، شفتو هو هذا القوام ديالو يكون هكا صافي. ان شاء الله دابا ندوزو نخبزو. دابا غنبداو نطيبو. Thank you.
هو خليو العافيه عليه مجهده حتى كيبان لكم كله تحل عاد باش سميتو عاد نقصوا عليه البوطه. صافي هانتوما ها هويا النتيجه كيفاش دايره كتشوفوا على عينيكم، غير تبعوا داكشي اللي المراحل اللي درتو معاكم هما اللي تديروهم باش تنجحوا فيه ان شاء الله بحال اللي نجحت فيه انا. ها هو شوفوا كيف جات تبارك الله على عينيكم، تبارك الله زوين وبدون تحذير بدون حتى حاجه، غير تبعوا المراحل نفس المراحل اللي تندير وراه ان شاء الله غير ينجح لكم. ها هو هانتوما شوفوا تبارك الله كيف داير. ها غندير معكم الثانيه، دابا ندير معكم الثانيه، ها هي هكا. ها هو انا تنطيب قدامكم باش يبان لكم النتيجه على عينيكم. ها انتم تبارك الله جاي وتيطيب دغيا، حيت علاش ديك العمليه ديال التخمير هي اللي تتخليه خفيف ودغيا تيجي مشهد. ها انتم تبارك الله ما شاء الله، شوف تبارك الله جاي على مزيناتو. حتى نتوما ان شاء الله تتبعوا وغيجيكم كيف جاني انا. ها انتوما تبارك الله كيف جا، هي الثانيه، هذه راه الثانيه اللي درت معاكم. راه كنبردوا الماء. ها هي الثالثه درتها معاكم، صافي ان شاء الله نتلاقاو في التقديم ان شاء الله بحول الله. الثالثه ان شاء الله ونكمل ان شاء الله ونرجع معاكم ان شاء الله. شوفوا تبارك الله كيف جاي، تبارك الله طالع غير بوحدو. نتمنى تنتوما ان شاء الله تطبقوا هذه الوصفه هذه وان شاء الله تنجح معاكم كيف نجحت معايا. وان شاء الله الا تبعتوا المراحل راه غدا تنجح معاكم 100% ان شاء الله، لحقاش اعطيكم مقادير مضبوطين غير تابعوا الطريقه ديال التخمير كيفاش خدمتو وان شاء الله ينجح معاكم.